بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة قبل بس ما أبدأ وأتكلم عن أي شيء، بقى أعزي الإعلامي الكبير والقدير الحقيقة الأستاذ وائل الإبراشي، الحقيقة اللي وفاته المنية منذ قليل. بقاء الدوام لله واحد من أهم وأفضل و أكبر الإعلاميين اللي موجودين في مصر خلال السنوات السابقة، الأستاذ خالد الأستاذ وائل الإبراشي، واحد من أقرب الناس إلى قلبي أنا شخصيا الحقيقة، واحد من الناس اللي نقدر نتعلم منهم أو تعلمنا منهم أشياء كثيرة جدا جدا بنقولها دايما، وسيظل دائما وخاض معارك كبيرة جدا طوال تاريخه الإعلامي. وفاته المنية النهاردة الحقيقة في خبر الحقيقة كان صدمة للجميع، ولكن في النهاية ما يعزش على اللي خلقه. لكن الأستاذ وائل الحقيقة بقاله سنة تقريبا أو أكتر من سنة بيناضل ضد الكورونا. الحقيقة في النهاية أنا بحب الراجل ده جدا جدا جدا، وزي ما كل جمهور النادي الأهلي عارف أن الراجل ده واحد من الأهلوية الجامدين جدا، واحد من الوطنيين المخلصين الحقيقة اللي عاشوا مع مصر فترات طويلة جدا جدا من النضال من خلال وجوده كإعلامي كبير. بقاء والدوام لله في وفاة الأستاذ وائل الإبراشي. الخبر كان قاسي جدا عليا في الساعتين ثلاثة اللي فاتوا دول، لأنه بنتكلم وبنعمل الحقيقة طبعا ما يعزش على ربنا، ولكن في النهاية بتبقى في أخبار كده. اللي ما يعرفش الأستاذ وائل، أستاذ وائل ده واحد من الناس المحترمة جدا 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 اللي بتحبهم واللي بيحبهم كل جمهور النادي الأهلي، ولكن في النهاية زي ما قلت لحضراتكم ما يعزش على خلقه.